الآن نحن في حالة من التحول من خلال يعني رؤية 2030، نعم، ومن خلال التحولات الواضحة في المملكة في على كافة الأصعدة، وبالتالي أيضا نحن على في مواجهة لكثير من المناوشات وكثير من الأعداء الذين يصبون جام كذبهم على المملكة العربية السعودية، نعم، وفي إعلام جيد على فكرة وواصل الإعلام الأجنبي اللي ضد المملكة العربية السعودية سواء العربي منه أو الأجنبي أقصد واصل بشكل جيد، بينما إعلامنا يمارس فقط رد الفعل، ردود أفعال. إذا أردنا أن ننتشل إعلامنا يجب أن نلغي مسألة اللي كانت معيقة لإعلام السعودي من زمان وخلال كل الفترة العقود الماضية، وهي إحنا لا نريد أن نتدخل في شؤون الآخرين، بينما الآخرين طبعا يحشرون أنوفهم في شؤوننا الخاصة، وإحنا فقط إذا فاض الكيل يعني بدينا نمارس رد الفعل، وحججنا في الغالب أيضا عاطفية وضعيفة.